وليد صلاح الدين أمير الموهوبين هو واحد من المواهب القليلة التي شهدتها الكرة المصرية في العقود الأخيرة، ويكفي فقط للتدليل على موهبته أن محمود الخطيب أسطورة كرة القدم المصرية اختاره يوم اعتزاله ليكون خليفته في الملاعب، ولم يكن الخطيب ليختاره ويدفع به بدلا منه لولا أنه موهبة من نوع خاص. وعلى مدار 14 سنة على البساط الأخضر أبدع وليد صلاح الدين في كل الملاعب، وساهم في تحقيق كل البطولات بقميص الأهلي، وحصد معه 21 بطولة. كان وليد من اللاعبين الذين تعشق الجماهير ذهاب الكرة إليهم لما يمتلكه من قدرات نادرة في تقديم وجبات كروية دسمة وفقرات فنية ممتعة يعشقها جمهور التلت شمال. عاوز تجيب هدف تاريخي وجاب هدف تاريخي وليد صلاح الدين، عاوز تجيب هدف تاريخي وأعرض هدف تاريخي. وليد من اللاعبين الذين كانوا يتلاعبون بكرة القدم والمدافعين في وقت واحد. وهذه الموهبة التي حباها الله بها وضعته في مكانة كبيرة كلاعب كرة قدم لا يشق له غبار، فصال وجال ورفع راية الأهلي في كل مكان، وحقق الكثير من الإنجازات والبطولات. نوعية وليد في الملاعب المصرية نادرة، فقد كانت موهبته كبيرة. وليد صلاح الدين من روعة ما لديه من مواهب في كرة القدم أطلقت عليه جماهير الأهلي أمير الموهوبين، فهو لم يكن مجرد موهوب يتلاعب بالمنافسين كلما واجههم، بل كان موهوباً من طراز خاص. دعونا نرحب بأمير الموهوبين على شاشة الأهلي في حلقة من نوع خاص مع المجري. وبعدين ممكن يحطها فقط.